ولكن أيضا أن يؤدي إلى مشاكل صحية على المدى الطويل. فلذلك لابد من الاعتدال وتخفيف استخدامنا للمنتجات الجاهزة واستبدالها بالمكونات الطبيعية الموجودة في المنزل. هنالك أيضا بعض الممارسات الخاطئة التي نقوم بها في المطبخ وممكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية أو فقداننا للقيمة الغذائية الموجودة في الغذاء. طهي الخضار بشكل كبير ممكن أن يفقد هذه الخضار للمعادن والفيتامينات الضرورية. أيضا استخدامنا لزيت القلي أكثر من مرة ممكن أن يؤدي لمشاكل صحية، خصوصا إذا احتوى الزيت على بقايا الطعام المحترق. كذلك استخدامنا أو استهلاكنا للفواكه والخضار دون الغسل الجيد ممكن أن ينقل المواد السامة التي ممكن أن تتواجد على هذه الخضار والفواكه إلى داخل أجسامنا. فلذلك لابد من الانتباه لغسل الخضار والفواكه بشكل جيد. الاستمرارية على هذه العادات لفترات طويلة مع الخلل في أسلوب حياتك ممكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية على وزنك أو على صحتك العامة، ولكن إذا كنت تمارس هذه العادات لمرة واحدة فقط أو لمرتين مع وجود عادات صحية كالنوم الجيد وشرب الماء باستمرار وأيضا ممارسة الرياضة والحركة المستمرة، لا يمكن أن يأتي بنتائج سلبية على وزنك أو صحتك.